صح 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 صح
باقي الروح الرياضيه ضروري. حتى المستملحات داخل الملعب هذه ميزه جديده كتنشط اللعابه حتى تضحك معاهم تفلى مع المدرب. شي مدرب كدير يلا شكرا. كيفاش كان الطباع ديالك على هذه المشاركه ديالكم في المقابله الحبيه اللي جمعتكم مع قدماء الرياضيه حضرنا شكرا السلام من طنجه. الحمد لله الله ينورك. كيف جاتك المقابله زعما بصراحه زعما نقول الناس قدامين دازت مزيانه بروح رياضيه كلشي داز مزيان الحمد لله. هذا هو اللي كنديو من الرياضه. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم واحد المباراه ما بين قدماء نجم العرائش اساتذه التربيه البدنيه من طنجه. احنا درنا موعد جاو ان شاء الله وكنشكروهم ولباو هاد الرغبه هادي وهاد المباراه اللي دازت في روح الرياضيه ومسائل كاين فيها كره كاين فيها التمريرات كاين فيها القذافات كاين يعني التسجيلات كانسجام ما بين الفريق ديال العرائش اللي كيدربوا بيناتهم راه عندهم اسبوعيا كيدربوا بيناتهم يعني باش يعطيو لهاد النتيجه هادي وراح ينتصروا. وهذه مباراة حبية يعني مثلا ان شاء الله عاود غادي ندير معاهم شي موعد اخر باش نمشيو عندهم. وهذه المباراة كتشتي مباراة كانت زعما شوية قتالية فيها وفيها شوية ديال الخشوع. نعم واللي خصني يعرف الجمهور المتتبع هو ان هذه المقابلة هذه كتدخل في البرنامج السنوي ديال نجم العرائش من اجل احياء يعني صلة الرحم بين لاعبين القدماء الى اخره. دابا بغينا نحيو زعما هذيك علاش عاود سميتو وان شاء الله غنديروا حتى التكريمات اللي غادي يكون ان شاء الله ماجيين التكريمات للاخوان وغنجيبوا فرق اخرين يعني كنا من الجيش الملكي راه درنا الجيش الرجوي هنا ودرنا المنتخب ديال الشباب مع ديال الجنوب. نطلبوا الله باش نرجعوا لذاك العام عاود نعاودوا هاد المسائل هذه اللي كاينه دابا وان شاء الله غتعاود باش نديروا شي مباراه حبيه شي اخ عاود نكرموه ان شاء الله راه موجودين الناس راه شادين راه دايرين البرنامج ديالهم. نعم وبالاضافه الى ذلك يعني اعاده الاعتبار ديال التاريخ الرياضي ديال نجم العرائش واحياء الممارسه الرياضيه باستقطاب الشباب يعني في الفتره دي بالنسبه لكم شنو كتقول على البرنامج ديالكم الرياضي السنوي الخاص بالنادي تنميه الممارسه الكره الصينيه؟ دابا حنا كان يعني هذه الفرقه هذه ديال نجم العرائش اللي وقفت شويه دابا يمكن غترجع باش عاود نشوفوا الفئات كاملين خصنا الشباب يعني فئات كتاكيت الفتيان الشبان فهمتي خصنا كامل الفئات يكون وغندخلوا ان شاء الله تفاريق ديال البنات باش تكون علاش راه عندنا واحد دابا الحمد لله هاد القاعه هادي راه غتفتح بزاف ديال البيبان يعني غتفتح بزاف ديال الافاق لهاد سميتو كره السله في العرائش وراه غتشهر بزاف وراه دابا كتكون نهار المباراه كتعرف القاعه كتكون مملوءه يعني العرائش راه معروفه بالجمهور ديالها كيشجع فهمتي دائما كيحضر دائما كيشجع وكيتبع حتى الا كانت الفرقه غادي برا كيسمع وحنا هاد المباراه هادي هاد المباراه اليوم راه الحمد لله غادي نحيو هاد الاخوان كاين اللي كيعرف صاحبو انا شفت واحد السيد ما شفتوش مع 30 عام 15 عام واليوم تلاقيتو في هاد المباراه هادي كان حكام وكنشكروهم على هاد التلبيه اللي دارو لنا مسكين وهاد التروس هاد المسافه اللي جاو بها وجاو للعرايش وكنشكروهم بزاف. المباراة دازت شيقة مزيونة مع أساسيات ديال التربية البدنية مع قدماء ديال العرائش نجم العرائش السابقين. مقابلة أدوار ديالها مزيونة كتنشيطية محبة بين الإخوان وصلة الرحم مع بعضياتنا ونتمنى ان شاء الله مستقبلا مع مقابلات اخرين مع جمعيات اخرين مع واحد الناس. دابا بالنسبه لكم انتم ما كنتوش كان عندكم يعني ما كانش الملعب كان الملعب ارضيه صلبه دابا كاين القاعه الرياضيه انتم كممارسين قدماء يعني يمكن تحيوا صله الرحم الرياضيه بيناتكم ودعموا ممارسه الرياضه والتنميه الرياضيه ديال كره السله بالعرايش يعني شنو يمكن ديروا البرنامج ديالكم البرنامج ان شاء الله هاد السنه هادي ان شاء الله يكون شويه حافل مع الجمعيه ديالنا قدماء كما جلسنا هذا مستقبلا كاينه مقابلات ان شاء الله تكريميات كاينه مقابلات حبيين وهذا كله في هاد الفرصه اللي اتحدنا في هذا الملعب هذا الجميل القاعه المغطى المغرب الجديد كنتمنوا ان الجمعيات يحافظوا عليها وتكون في مستوى الاقليم ان شاء الله مدينه العرائش. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم في اطار انشطه البرنامج
البرنامج ديال السنوي ديال جمعية قدماء لاعبي كرة السلة، كتقوم بالفينة والأخرى بمقابلات ودية مع فرق من قدماء من جهات مختلفة. واليوم كان عندنا لقاء مع جمعية أساسي التربية البدنية بمدينة طنجة، لقاء ودي أخوي، التقينا مع الإخوان ديال طنجة، وفي نفس الوقت لقاء ديال قدماء مدينة العرائش اللي هذه فرصة لكي يتلاقاو ويحيوا الرحم بيناتهم. وهذه مناسبة باش نحيوا التاريخ ونذكروا المناسبات اللي دوزنا والمقابلات اللي حيناها بعضياتنا سابقا، وكنذكروا بعض الذكريات ونجذبوا الاطراف الحديث. والحمد لله كان جو اخوي بين جميع المشاركين في هذا اللقاء الودي.